السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ اخباركم ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير ان شاء الله، الجميع في احسن حال، ويا رب فيديوهاتنا اللي بنقدمها تعجبكم ان شاء الله، تكون دايما عند حسن ظنكم. قبل ما نبدا الفيديو يا ريت ما تنساش اللايك للفيديو، الاشتراك في القناه لو انت لسه جديد معانا، فعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتنا الجديده. النهارده معانا فيديو جديد وميزه جديده اضافها اليوتيوب لاستوديو منشئ المحتوى، وهي ميزه تخصيص القناه. هنتعرف على الميزه دي مع بعض ازاي دلوقتي. ميزة سهلة جدا، بسيطة جدا، ناس كتيرة أوي كانت محتاجاها، اليوتيوب بسطها جدا وأضافها لقائمة استوديو منشئ المحتوى. تابع معايا عشان نعرف ازاي نشغل الميزة دي على الفيديوهات بتاعتنا وعلى قناتنا بكل سهولة. طبعا ميزة تخصيص القناة أو الجانب الخاص بتخصيص القناة في اليوتيوب هو الخاص بإن احنا نقدر نعمل مقطع دعائي للقناة أو نعمل مقطع رئيسي للقناة بتاعتنا للزوار الجدد اللي أول مرة يشوفوا القناة بتاعتنا، أو للزوار أو المشتركين الحاليين اللي موجودين في القناة عندنا. وبنقدر من خلال تخصيص القناة إن احنا بنغير صورة الغلاف للقناة بتاعنا، أو بنعمل صورة ثابتة للعلامة المائية لكل فيديوهات بتاعتنا، أو بنغير اللمحة بتاعة القناة، أو بنعمل يعني إضافة للروابط أو تظبيط لأكتر من حاجة في القناة عندنا. يلا بينا نشوف هنشغل الميزة دي إزاي وهنستخدمها إزاي ونطبقها على القناة بتاعتنا بكل سهولة. طبعا احنا دلوقتي هندخل مع بعض على المتصفح او هندخل على استوديو اليوتيوب. انا بستخدم متصفح اسمه الفا، هو نفس المتصفح بتاع الجوجل كروم، ما فيهوش اي مشكله خالص. هنفتح المتصفح كده، تمام، نفس الطريقه نفس الخطوات بتاعتنا، هي بتبقى موجوده في جوجل كروم برضو. وهندخل هنا على اليوتيوب. طبعا اول ما بندخل على اليوتيوب بتعمل انت عندك طبعا، او بتلاقي ثلاث نقط كده بتضغط عليها، بتعمل العرض باصدار سطح المكتب، وبعدين بتعمل ايه؟ بتضغط هنا على صورة القناة فوق وبتختار استوديو اليوتيوب. بيدخلك طبعا على القائمة الرئيسية لاستوديو اليوتيوب اول ما بتدخل، تمام. هنا اضافت الميزة الجديدة زي ما انت شايف. الاول هنا كانت اخر حاجة اللي هي تحقيق الربح وقائمة المكتبة الموسيقية، هنا اضافت الميزة الجديدة اللي قدامنا دي اللي هي تخصيص القناة، تمام، او التخصيص زي ما هو كاتب لك في اسم القائمة. التخصيص عبارة عن ايه بقى؟ هو زي ما جاب لك هنا في الاول، تمام، عبارة عن التنسيق او العلامة التجارية او المعلومات الاساسية. التنسيق ده اللي هو زي ما انا قلت لك ان انت بتعمل مقطع دعائي للقناة بتاعتك يشاهده الزوار اللي هم مش مشتركين في القناة عندك. يعني ايه؟ يعني احنا بنخصص مقطع رئيسي للقناة بتاعتنا بحيث ان اي حد بيدخل القناة جديد يلاقي المقطع ده أول حاجة موجود قدامه على القائمة الرئيسية. طبعا أنا عامل هنا تخصيص لمقطع، مثلا لو أنت عايز تضيف المقطع أو تغير المقطع الأساسي اللي عندك، تمام، بتضغط هنا وبيجي لك كلمة تغيير، تغيير المقطع أو إزالة المقطع. أنا مثلا هعمل تغيير للمقطع ده، هبدله بمقطع تاني موجود عندي، تمام، اللي هو المقطع ده مثلا كده. أنا بدلت المقطع الأساسي أو بدلت المقطع اللي أنا كنت حاطه في القناة للزوار الجدد. هنا تحت طبعا بيقول لك ايه؟ فيديو مميز للمشتركين في قناتك، اللي هم الناس اللي موجودين في القناة عندك الأساسيين المشتركين، بيشوفوا الفيديو ده على الشاشة الرئيسية عندك أول ما بيدخلوا. طبعا أنت عايز تسيب الفيديو الموجود زي ما هو، أوكي. عايز تغيره برضو، بتضغط هنا في المربع وبتعمل تغيير الفيديو أو إزالة الفيديو. أنا برضو هغيره بفيديو تاني. كده احنا غيرنا الاتنين، الفيديو الأساسي اللي عندنا فوق اللي هو للمشتركين الجدد اللي أول مرة يدخلوا القناة عندنا، اللي تحت اللي هو المقدمة أو للمشتركين الأساسيين اللي موجودين في القناة. ده كان أول جزء فوق اللي هو إيه؟ تغيير المقطع الدعائي. هنا تحت بيقول لك الأقسام المميزة، تمام؟ اللي هو اللي أنت بتقدر تنسق الصفحة أو تنسق الصفحة الرئيسية بمجموعة أقسام معينة، أو أنت بتعمل إضافة لأقسام معينة بتبقى ثابتة برضو عندك تحت المقطع الدعائي للقناة. لما أنت بتعمل هنا إضافة قسم، إضافة القسم ده بقى هو بيقول لك إيه؟ عايز ترتب الفيديوهات تحت بعض مثلا، او عايز ترتب مجموعه فيديوهات، او عايز ترتب قوائم التشغيل، تبقى قائمه التشغيل مثلا الاول وبعدين الفيديوهات الرئيسيه، او عايز تعمل ترتيب للفيديوهات الاكثر مشاهده او الفيديوهات المميزه في قناتك، او عايز تعمل قائمه تشغيل منفرده، او عايز تضيف مثلا الاشتراكات، يبقى المشتركين اللي عندك او المشتركين اللي انت مشترك عندهم في قناتك يبقوا ظاهرين عندك او ظاهرين للناس، او بتعمل حاجه اسمها القنوات المميزه. انا عايز اعمل اضافه لقناه مثلا، انا عندي مثلا القنوات المميزة هنا، بتختار مثلا اسم قناة معينة، تمام،
وبتعمل بحث عن القناة اللي انت عايزها او القناة اللي انت عايز تضيفها عندك في المميزات او القناة اللي تبقى مميزة عندك في الشاشة الرئيسية. انا عملت اضافة القناة دلوقتي، وكنت عامل اضافة للفيديوهات اللي انا محملها عندي. لو عندك مثلا قائمة تشغيل، بتضغط هنا مثلا وبتختار قائمة تشغيل تبقى هي ثابتة قدامك برضو للناس الرئيسية، او تبقى ثابتة قدامك لكل الناس بحيث تشوفها بكل سهولة اول ما تدخل. تمام، ده كان الجزء الاول الخاص بالتنسيق. هنا عندك الجزء الثاني اللي هو العلامة التجارية. تمام، العلامة التجارية دي بقى اللي هي صورة الصورة الرئيسية للقناة او الصورة الشخصية للقناة بتاعتك لو عايز تعمل لها تغيير او تعمل لها ازالة مثلا. وهنا عندك تحت صورة الغلاف، يعني هو جمع لك الاثنين، ان انت تقدر تغير الصورة الشخصية من هنا بكل سهولة او تغير صورة الغلاف تحت بكل سهولة. تمام، وهنا تحت عمل لك طبعا العلامة المائية للفيديوهات اللي انت مثلا بتحمل صورة معينة او بتعمل اضافة لصورة معينة، بتبقى الصورة دي مثلا هي علامة مائية بحيث ان محدش يقدر يسرق الفيديوهات بتاعتك، او الفيديوهات بتاعتك ما تبقاش عرضة ان هي تتسرق، او تبقى مثلا حد تاني يقدر يستخدم الفيديوهات بتاعتك دي. وبتعمل طبعا هنا قدامك يعني باين هنا بيقول لك ايه عايز مثلا الصورة الشخصية، اول حاجة فوق تعمل لها تغيير او تعمل لها ازالة او تغير صورة الغلاف او تعمل هنا اضافة للعلامة المائية. ده الجزء الثاني. عندك الجزء الثالث هنا اللي هو المعلومات الأساسية. المعلومات الأساسية دي بقى اللي هي ايه، اللي هو اسم القناة لو عايز تغير اسم القناة. هنا جايب لك فوق طبعا هنا اسم القناة والوصف، هنا الوصف القناة او اللمحة زي ما بنقول، لو عايز تغير اللمحة بتاعت القناة او تعمل اضافة للمحة جديدة او تضيف عليها حاجات تانية. عايز هنا مثلا تعمل اضافة لغة، اضافة اللغة دي لو انت عايز تترجم اسم القناة واللمحة مثلا او صندوق الوصف، بتختار لغة معينة انا عايز اترجمهم مثلا باللغة الانجليزية او باللغة الفرنسية، بحيث ان انا لو اي حد او الزوار الاجانب الناس اللي ما بتعرفش اللغة العربية طبعا، بمجرد ما بيلاقي قناتك بيدخل بيظهر له اسم القناة طبعا مترجم باللغة الاجنبية، وبيظهر له صندوق الوصف او اللمحة بتاعت القناة مترجمة برضو باللغة الاجنبية. تمام، هنا عندنا طبعا تحت بيقول لك اضافة الروابط. اضافة الروابط دي لو عايز تعمل ايه بقى، لو عايز تعمل اضافة لرابط الفيسبوك، تعمل إضافة لتويتر، تعمل إضافة مثلا لرابط الانستجرام، بتختار هنا هو بيجيب لك لحد 3 روابط. انت بتنسخ هنا او بتروح مثلا ايه زي ما انت شايف، بنروح هنا مثلا على صفحة الفيسبوك وبنعمل ايه بقى، بنعمل نسخ للرابط بتاع الصفحة. انا نسخت رابط الصفحة كده بكل سهولة، وباجي هنا عندك في نسخ الروابط وبتعمل إضافة كده او بتعمل بيست. بتعمل بيست كده للرابط وبتيجي هنا تعمل بيست كده. خلاص انا عملت اضافة للرابط كده، انا اضفت رابط الفيسبوك للقناة بتاعتي. بتروح عند اضافة رابط تاني، تمام، بتروح عند اضافة الرابط تحت. احنا دلوقتي عملنا اضافة هنا، هو بيقول لك عنوان الرابط المطلوب او انت الرابط ده عبارة عن ايه، مثلا بتكتب اسمك او بتكتب اسم القناة او بتكتب فيسبوك زي ما انت عايز، وبتعمل هنا اضافة للرابط او نسخ للرابط، وبتيجي تعمل اضافة رابط تاني، وممكن تعمل اضافة رابط تالت زي ما انت عايز. تمام، اللي هو ممكن تنسخ الانستجرام، تنسخ تويتر، اي حاجة. تمام، وهنا طبعا بيقول لك الروابط اللي على اعلان البائر، طبعا اللي هي الروابط لو انت عايز تعمل روابط لصفحات معينة او روابط لاعلانات معينة زي ما انت عايز مثلا. وهنا في معلومات الاتصال لو عايز تسيب بريد الكتروني او تسيب ايميل مثلا الناس تتواصل معاك بيه، بتعمل اضافة طبعا هنا لعنوان البريد الالكتروني. طبعا ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. والميزة الجديدة اللي هي اضافت، هي الميزة مش جديدة او ما كانتش جديدة، الميزة كانت موجودة الاول، بس هنا اليوتيوب سهل عليك الميزة ان هو اضاف لك الميزة نفسها في شريط القائمة او في شريط المنشئ المحتوى بتاعك. احنا طبعا بعد ما خلصنا كل حاجة او اضفنا الميزة دي كلها، بتعمل هنا نشر فوق. تمام كده، احنا كل حاجة ضفناها للقائمة بتاعتنا. هنروح نشوف الكلام ده ازاي دلوقتي. هندخل هنا على اليوتيوب وهنكتب مثلا اسم القناة بتاعتنا. تمام، ظهرت لك القناة بنفس الطريقة اللي انت شايفها دي. طبعا احنا هنا عاملين صورة الصورة الشخصية، صورة الغلاف، طبعا ده المقطع اللي احنا قلنا اللي احنا اخترناه. تمام، انا طبعا القناة مش مشترك فيها، فهيظهر لي المقطع ده كزائر جديد او اول مرة ادخل القناة طبعا عندنا. وفي هنا طبعا التنسيق نزل عندنا اللي انا عملت هنا
علشان ما فيش قائمة تشغيل. عملت الفيديوهات المحملة هي اللي نزلت الأول. تمام، هنا طبعا جينا في صندوق الوصف أو في اللمحة، هنا طبعا ادي اللمحة زي ما احنا شايفين، هنا طبعا الاسم اللي احنا اخترناه اللي هو رابط الفيسبوك، انا طبعا كتبته باسمي، لو عايز انت تكتب قدامه فيسبوك طبعا عشان الناس تبقى عارفة. بمجرد ما بتضغط على الرابط كده هو بيدخلك بعدين على الفيسبوك على طول. تمام، ده الرابط اللي احنا اخترناه او الرابط اللي احنا عملناه له اضافة، بيدخلك على صفحة الفيسبوك على طول. تمام، ده كان الاضافة. انا طبعا لو عايز اشترك، احنا اتفقنا ان المقطع الدعائي اللي موجود في القناة دلوقتي اللي هو ده، علشان انا مش مشترك في القناة، انا هعمل اشتراك في القناة كده. تمام، بصوا بمجرد ما بعمل اشتراك في القناة اتغير المقطع، وبقى المقطع اللي هو موجود للزوار الحاليين الموجودين، اتغير شكل المقطع دلوقتي لان انا مشترك. فده كانت الميزة اللي انت بتقدر تعمل مقطع للجمهور اللي هي مشتركة عندك في القناة، او الناس اللي اول مرة تضيف القناة عندك. طبعا ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون قدرت ابسط لكم المعلومة. الميزة جديدة وسهلة قوي، اليوتيوب طبعا ان هو يعني بسط الميزة ان هو اضافها في قائمة الاستوديو اليوتيوب. طبعا لو عندك اي مشكلة واجهتك في الفيديو او في اي استفسار سيب لي تعليق، وان شاء الله نرد على كل الناس، ونشوفكم على خير في فيديوهات تانية جديدة ان شاء الله. سلام عليكم.